We are Egypt أو نحن مصر عنوان لفيلم تسجيلي أمريكي يحكي قصة النضال من أجل الحرية والديمقراطية في مصر، ويسجل في 80 دقيقة كيفية صعود طيار الشباب على مدى عام ونصف العام. الفيلم الوثائقي لباحثة أمريكية أنتجته بمبادرة شخصية منها، ورصدت فيه المظاهرات والندوات التي دعت إلى التغيير في مصر، وعن هدفها من ذلك تقول: أردت أن يعرف الأمريكيون أن أموالهم ترسل على شكل مساعدات لدول يحكمها الطغاة، والأمريكيون هنا لا يعلمون شيئاً عن مصير هذه المساعدات، ولذلك عندما يرى الأمريكيون ما يقوله الناس هناك فسيعلمون أنهم يعانون كثيراً ويطالبون حكومتهم بتغيير السياسة المتبعة. استلهمت الباحثة اسم الفيلم من عبارة وجدتها مكتوبة على جدار في مصر، وحرصت عند حضورها إلى الولايات المتحدة أن يعرض الفيلم أولاً داخل الجامعات، وكان العرض الأول في جامعة جورج واشنطن الأمريكية بحضور عدد من الأمريكيين والمصريين. أنا مرتاحة جداً بالنسبة لأن هي فعلاً أمريكية جاية من برة وفهمت الموضوع، وحسيت أن هي ادت وجهة نظر صح بالنسبة للشباب في مصر فاكرين ازاي. The most significant part. أكثر ما يميز هذا الفيلم أنه يوضح كيف أن الأمريكيين معنيون بما تفعله الحكومة هنا. منتجة الفيلم بحثت في الواقع المصري ونقلته لنا لكي نتعرف أكثر عليه، وبالتالي نحكم على طريقة تعاطينا معه. عادت الباحثة إلى أمريكا في ديسمبر من عام 2010 بعد أن أنهت مراحل الفيلم كافة، وقبل البدء في عرضه تنحى الرئيس المصري عن الحكم ونجحت ثورة الشباب، فقررت هي تعديل نهاية فيلمها وأن يكون الختام مكالمة هاتفية بينها وبين أحد الشباب للتهنئة بنجاح إرادة الشعب المصري. إن أردت أن تتعرف على شعب فقم بزيارته والتحم بأهله، هذه هي الرسالة التي أرادت منتجة هذا الفيلم إرسالها إلى الأمريكيين عن طبيعة الحياة في مصر وغيرها من دول العالم. خالد خيري، الحرة، واشنطن.